لاعب بيلام راهو في فترة نقاهة، الكل يعلم بأنه بيلام لاعب اللي خدع الموسم في نهاية بداية الموسم هذا، دار عملية جراحية وراهو في فترة نقاهة وراهو يعاود يولي تدريجيا. نحن تاني ماذا بينا يكون في الفريق ويعاون الفريق، إن شاء الله راح يكون الحضور تاعه راح يطول شوية، لكن إن شاء الله يعاود يولي في أقرب وقت.